السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة ريم وورد، أو موسم جديد، يا موسم جديد مو حلقة جديدة، موسم جديد من لعبة ريم وورد. ليش موسم جديد؟ لأن لعبنا اللعبة من زمان فهذا موسم جديد. ليش برضو فايز لعبة ريم وورد؟ لأن مسوين تصويت قبل 4 أيام في المنتدى حق القناة، وأكثر تصويت أخذته ريم وورد 50%، فلعبة مرة ادمان بصراحة، مرة ادمان. ان شاء الله ما ندمنها وتخرب على السلاسل الثانيه ان شاء الله. لكن اللعبه مره بصراحه تعجبني، ومره حلوه، واكثركم تعجبها باللعبه. طيب بس قبل لا نبدا يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدا. نروح، ما نبغى توتوريال. طيب عندنا هنا شوز سيناريو، اوكي. يا ببدا الحالي صح، يا والشخصيات اللي راح اضيفهم او راح ينضمون معنا بيكونون انتم، فكل واحد يكتب لي اسمه تحت، اللي بينضم عندنا اللي بين يحط شخصيته باختصار يكتب لي اسمه تحت. طيب اوكي الصعوبات، هل ناخذ صعب فايز؟ لا، خلونا ناخذ حاليا متوسط الصعوبة وبعدين نروح لهذه صح. يا خلونا الحين على الكلاسيك العادي ومتوسط الصعوبة صح ستوري. يا هذا اللي يقول عنده خبرة بالريموت، أنا عندي مو خبرة، ربع خبرة. طيب يا بناخذ هذا بس البلدر، لا ما نحتاج احنا بلدر. يا نبغى الستوري العادي. نيكست وات شو زي يا نخزن متى ما بغينا نخزن. حلو. السيد اللي نبدأ فيه سيد حنا ب2022، ليش لا. العالم خله كبير، ليش لا. ما راح أعدل أي شيء من هذولا. فنكست الحين شخصيات صح. يا ركبت مودات كثيرة زي ما تلاحظون، مركب مودات كثيرة، لكن أغلب المودات راح تساعدنا باللعبة ما تخرب اللعبة، زي مودات أنواع الحيوانات، مود التولز لدى. اوكي ما ادري ايش صار باللعبه لكن بدينا. طيب فين المكان اللي راح نبدا فيه؟ وين وين وين؟ خلينا نروح عشوائي. وين حطنا؟ ما اشوف شيء، وين مكاننا؟ اما عند المحيط، لا. اهم شيء يكون الارض فلات وتكون بكل وقت نزرع، هذا اهم شيء. هل اختار عند جبال؟ فاز انت بفلات ولا عند جبال؟ ما ادري بصراحة. اهم شيء يكون على الطريق، لاني اكتشفت بالمواسم اللي كنا نلعبها قبل ان اهم شيء الطريق. ليش؟ عشان لما نتنقل نتنقل يكون نكون مرة سريعين. فايش رايكم هنا المنطقة هذه؟ هذه الطريق صح؟ يا بصراحة حتى الجبال مرة حلوة عشان هجمات وما الهجمات يمدينا نغطي على انفسنا. ما ادري هنا زين معليش، او هنا او بالنص، تخيل بالنص على 3 شوارع بس مكان حلو لكن مره قريبين عند الزرق، لا ما ابغاه. فايز بسرعه اختار المكان هذا. ايش؟ نهر صح؟ يا عطنا مكان من عندك، عطنا مكان. هل نبدأ بالصحراء؟ يا ما عمري بديت بصراحة بالصحراء. خلونا نبدأ بالصحراء، بتكون صعبة، بيكون في تحدي، لكن أحسها بيكون مرة حلو. هنا يمدي صح؟ لا بس هذا ما يمديك تزرع كل يوم أو طول السنة، لا. أبغى بالصحراء لكن الصحراء ما يمديك تزرع طول السنة. واي هنا. طيب هنا بليز ما في. يا هذا شوف افضل مكان صح، يمديك تزرع وارض فلات وشبه صحراويه، لاني ما عمري بصراحه جربت صحراوي. اكثر الاماكن او كل السلاسل اللي لعبتها بريم وورد كنا في غابات، فخلونا نغير الموسم هذا ونلعب في الصحراء، بيعطي تحدي شوي صح. مفروض وضعك تمام. مفروض أنا منطقة صحراوية مفروض. فنكست يا مدير. طيب الشخصية أو شيء نبغى واحد عنده الشوتر زين والميلي، هذا أهم شيء عندي. وشيء الثاني شو اسمه، البحوثات والبناء، هذول أهم شيء. فخلونا نشوف. اوكي هذا انا راضي بصراحة. لكن ما يعرف يبني، مشاكله انه ما يعرف هذا الرسم، لكن مو مشكلة، انا جدا راضي. لكن ما يعرف يبني، فايز ما يعرف يبني، بتوهق. لا هذا حلو، هذا برضه حلو. لكن لا ما ابغاه. لا تروق، لا يا اخي بسرعة فايز. 3 اوكي ابغى رجال بليز بليز. اوكي هذا لا. هذه مرة 12. هذا حلو صح؟ شوتر 5 9 لكن شكله مو حلو. ارت 0 تول سوارت. اوكي اوه ماي جاد، هذا 24 ساعة زعلان. لا ما ينفع. فايز مرة طولت هنا يا اخي. ابغى شخصية على الاقل تكون زي هذا. كوكلي سليبر اوكي، ينام بسرعة مو مشكلة. طيب شوتر تمام حلو. بناء 3 يلا مو مشكلة. البحوثات تمام. عمره 47 لكن مرة كبير، مو مشكلة مو مشكلة، خلي عمره 47. طيب ايش معنى هذه؟ اوكي آخر مرة مشكلة ما في واحد. لا الله. طيب بدينا. يا هذه البداية معايا منها. يقولك طحتوا بطياراتكم، مدري شلون تفجرت. اوه معي كلب. يا الكلاب هذه تشوفون المود، خلي مره زوم. المود هذا مره رهيب بالكاميرا، يخليك تسوي زوم وزوم اوت. طيب الكلاب هذه مو موجوده باللعبه، هذا مود. فركبت الكلاب هذه، اشكالها مره حلو، فيها اكثر من يمكن 5 انواع، فهذا من ضمنهم. كيف وضعه؟ يمديني دربه اتاك. يمديني هاند بعد. او صيد. اكتبوا لي اسم، هذا من المود الصيد. اكتبوا لي اسم للكلب هذا، ايش تبون اسميه؟ طيب خلونا نشوف العالم. شوف الزوم اوت، يمديك تشوف الزوم اوت، تشوف النقط البيض، هذا معناته مخلوقات. طيب الماب بشكل سريع اتوقع لا باس فيه، لكن ما فيه اشجار. شت فايز انت اخترت صحراء، معناتك راح تصير عندك مشكلة مع الاشجار صراحة. حتى الحجار مو مرة. يا الاشجار ما فيه، يا احسن شيء عشان يصير في تحدي، احنا نزرع اشجار. طيب بداية وين نبدأ؟ وين بيكون الماب او بيتنا؟ هل نبدأ بالنص او هنا؟ لا هذه مقبرة ولا شي. لا مي مقبرة. منين نبني هنا؟ صراحة النص أفضل شيء، أحلى شيء بالنص. طيب كيف تبي تبدأ فايز؟ أول شيء الموسيقى هذه اللي أنا حاط، لكن خلنا نقصرها شوي برضو من المود. لا خلونا نقصر الموسيقى شوي وليتس جو. حلو هذا برضو من المود. طيب أول شيء خذ السلاح، أهم شيء تاخذ السلاح. ما وريتكم الشخصية، هذا أفضل شيء لقيته بصراحة. 12 6 بعد يمكن 20 دقيقة أو 30 دقيقة لقيت هذا 12 6 بحوثات 7. الأشياء الثانية زبالة، لكن مو مشكلة، أهم شيء عندي تصويب عشان ما يموت بسرعة. عندك أكل، عندك ميدك، وعندنا فلوسنا 2000 والأشياء هذه كلها أخذها. يعني عندنا 300 خشب، وفي حديد هنا 400 وكم 450. طيب في حديد هنا، زحمة حديد. طيب الخشب ما راح نحتاجه كثير إن شاء الله إلا بالبداية. ليش بالبداية؟ لأنه بيسوي لنا أوردر. لا كيف كانت يا هنا ستون، لا لا نبغى بالخشب. نبي نسوي غرفة صغيرة أو بيت صغير، أوكي، عشان بس نسكن فيه. طيب كيف بيكون اتجاهنا؟ هل هذا الطريق ولا إيشو؟ ما أدري، أتوقع نهاية الطريق، نهاية المدينة. دقيقة أنا متأكد عندنا طريق هنا على اليسار. أوكي بس لكن بعيدين عنا صح؟ يا بعيدين، مو مشكلة. حاليا هذا بيكون دور، يا هنا دور. هل وين توسع؟ هنا فوق ولا تحت؟ توسع فوق. طيب يخلي الباب هنا، راح نتوسع فوق. اشتغل على هذا. حطيت السرعة، شوفوا الحين السرعة الأصلية للعبة 3 بس كذا، لكن في مود يخلي السرعة 4، أسرع شيء، مرة سريع. طيب عطني فلور، حط كذا وحط كذا. غرفة صغيرة بسيطة، وبرضه نحتاج زون صح، زون. وبعدين انا مسوي بالمود، يعني مثلا دقيقة خلي اخلص الغرفة هذه، بسوي غرفة ثانية هنا. بتكون كذا تقريبا، وبخلي في باب هنا. حلو، هذا بيكون هنا فيه ستورج حق الادوات وحق نحتاج فلور صح، ارضية. حلو، هل احط كل شيء هنا بالادوات؟ لا بحط الادوات المهمة زي الاكل وزي بس خلي اخلص. ما في خشب راح نعاني بالسلسلة هذه من الخشب. مو مشكلة، يمديك تقطع الصبار صح، يعطيك خشب مفروض صح. يا 8 بس، في نعامة. طيب 8 خشبات، وهنا يعطيك 8 برضو. ممكن تقطع هذه برضو. تعال فايز، وين راح فايز؟ كم اعطتك؟ 8. حلو. في خشب ثاني؟ لا، يمدينا نروح بالعالم، نطلع مثلا برا العالم ونروح مثلا الغابة هذه اللي بجنبنا ونجيب منها خشب، لكن مو الحين حتى يصير عندنا سكان كثيرين. فيا طيب اول شيء الحين الادوية، هذا اختصارات برضو من المود، تضغط على الشيء تختار الزون حقه، حط الادوية مثلا هنا المربع هذا. حلو، الحين بيجي ياخذ الادوية يحطه هنا. الاكل برضو زون، حط الاكل بالمربع الثاني اللي هنا. حلو حلو حلو، لكن يا ريت تتخلص هذا. فلوس والجولد. طيب الفلوس حطهم هنا، اوكي اتوقع مربعين كافية. الجولد، يا الجولد برضه يمدينا نبيعه، اذكر يمدينا نبيعه، حطه هنا. حلو حلو، خلصنا هذا صح. بصراحة دقيقة هذه ابغاك برضه تحط هنا، ولو حاط صح يا حاط. طيب الشيء الثاني بتكون فايز كيف بتجيب خشب بعدين. لا تخافون، في هنا بالبحوث تشوفون اشجار، يمدينا نسوي بحوث للاشجار هذه، ومثلا نحط منطقة، مثلا نحط منطقة هنا او منطقة هنا او تحت، ونخليها للاشجار، فبيكون شكلها مرة حلو ان شاء الله. حلو الحين. طيب وضعنا بالسليم، ايش نحتاج؟ فايز ما عنده شغل، طلعت علامة الساعة كذا معناته ما عنده شغل يسويه، لكن نحتاج سرير. طيب حط لك سرير هنا، يحتاج خشب اوف كورس. مكان للكلب حطه هنا، اوكي مو مشكلة. هذا بيكون مكان. اكتبوا لي اسم الكلب، اقترحوا لي اسم عشان نحطه. طيب السرير ما عنده خشب يبني الشت. طيب نحتاج صبار، نحتاج صبار. الصبار هذا قطعه. لحظة كان في، لا في صبار هنا. ابغاه بس يسوي حق السرير، وبرضو هذه. اوكي البداية بتكون صعبة زي ما تشوفون، لكن بعدين بيكون كل شيء مرة سهل. لحظة، هل عندنا الثانية؟ هذه اقرب وحدة، هذا حق الكهرب. هل في اقرب؟ نو نو نو، مو وقت هجوم. في هجوم ولا ايش السالفة؟ اوكي يقول لما قربت عند المنطقة هذه حس في خطر. اوكي انا عارف ايش داخله. اللي شاف السلسلة القديمة عارف ايش داخله. اوكي يا شوف، واضح هذا سور صح؟ يا كرينايت. اوكي يا راح نستكشفه بعدين، راح نشوف ايش داخله بعدين، لكن حاليا معاك من اللي داخله. اوه ماي جاد. طيب الحمد لله ان عرفنا في داخل شيء عشان ما نحفره. عشان بنروح نجيب منه وارد، خله حتى بعدين راح نجيه، حاليا معينا منه. طيب يا شباب اباني الحلقة هنا. ادري ان الحلقة هذه مرة سريعة او قليلة، لكن هذه بس البداية. ابغى اقتراحاتكم، ابغاك تكتبوا لي مين يبغى ينضم معنا، عشان الشخصية الجديدة راح اختار اسامي من الفيديو هذا عشوائية وراح اضيفها معي. واذا عندكم اقتراحات برضو اكتبوها لي تحت وبس، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.